اهلا وسهلا لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم مره اخرى على قناتي وقناتكم صفاء ايطالي. صراحه ازمه، مرضنا ما بقينا فاهمين والو، العالم تقلب. هذا نداء من عند الله وميساج صراحه، لان ما نقولوش حق الصين فيروس، بزاف ديال الهضرات قال ثقيل وقال، ولكنه هذا غضب من عند الله، لان بزاف ديال المنكر. ولا يا ربي تحفظنا وتنجينا وتنجي جميع أمة محمد. المهم، الهدف ديالي من هذا الفيديو هو نوعيو بعضياتنا، نوعيو الناس، نكونوا شوية شعب مثقف، نحاولوا أننا ناخذ الوقاية، ناخذ هذا الأمر بجدي بجدية، يعني ماشي نقولوا نو هذه ما كاين والو، ما في عيب إلا حبسنا ما بقيناش كنتسالموا مع بعضياتنا، الا دخلنا وليداتنا. راه هذه هي عطله، راه ماشي عطله، الناس خداوها عطله ولكن هي راه ماشي عطله. راه مهما الدوله وقفات اطفال من المدارس، وقفات ناس اللي من 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 اشغال شركات، وقفات بزاف ديال الحوايج، الا راه الامر صعيب شويه، وبان راه دخل معاهم الداخل. يعني لا داعي باش ناخذوا الامر بضحك وحقه ما كاين والو، لا راه كاين وكاين الوباء وقتل بزاف ديال الناس. وعلى سبيل المثال اليوم رات مات 348 شخص في ايطاليا، يعني ماشي سهل باش يموت في يوم واحد هاد العدد. مهم، خاصنا نوعيو بعضياتنا، نحاولوا اننا نكونوا شعب مثقف، ما فيها باس ندخلوا وليداتنا نغسلوا يدينا، نحاولوا ما نسلموش على بعضياتنا غير تيفوت هذا المشكل، ولا نسلموا نتعانقوا نتباوسوا. ارا رحنا ماشي الا ما بزتكش ولا ما سلمتش عليك راه صافي، انا ما بغيتكش. راه المرض هذا الواحد يكون واعي، يكون عارف شنو كيدير وصافي. ماشي حنا ناخذوا هذا الامر بان وليداتنا راهم شدوا عطله، هذه ماشي عطله، هذه فرصه باش نجلسوا مع وليداتنا، باش نوعيوهم، باش ننظفوهم، نعلموهم شنو هي الوقايه، شنو هما بزاف ديال الحوايج. نعجنوا خبزنا في دارنا، نتقداو تقديتنا ونجلسوا في دارنا، نحاولوا نيفيتيو اي حاجه اللي هي غادي تضرنا او تضر الشخص الاخر وصافي. ورساله اخرى هي ان الانسان الله يرحم لكم والدين، بالنسبه للناس اللي عندهم شويه ديال الفلوس او اللي عندهم مشاريع او اللي عندهم شي حوايج، حاولوا انكم تساهموا مع الناس اللي ما عندهمش، راه الله يحسن العون. تصوروا ان هذا الوباء والخدمه ما بقاتش وبزاف ديال الحوايج ما بقاوش، وعاد نزيدوها ب بمن زعما من 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 راه الله يحسن العون. حطوا راسكم في بلاصه الاخرين، الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي ما خدامينش، الناس اللي محتاجين. اجيبوس علاش علاش بوسني، بوس ماما. كاين كورونا ما تبوسنيش. كديري يا ماما؟ كنصيب السم ديال الفيس التريت. ملتزمه بالحجر الصحي؟ ملتزمه. غنشوف حيدي بلاتي نشوف شنو كديري. شنو كتقولي لجميع الامهات والاباء والناس المغاربه؟ الله يعاونهم على هذا الحجر الصحي، والله يجعل ربي يبعد عليهم هذا الابتلاء وهذا المرض. اها تحركت لك المسلمه حيت بقيتي مجهيه من الهضره. اها كملي اش كتقولي لهم؟ الله يجعل ربي يبعد علينا هذا الابتلاء وهذا المرض، ويبعدوا على المسلمين كاملين كافه اجمعين. كافه المسلمين اجمعين. واللي ما بغاش يجلس في الدار الله يهديه يجلس في الدار، غيجيب راسه البلاء. والدواء لهذا الداء شنو هو؟ هو الحجر الصحي، هو نقصو في ديورنا. غنشوف القويميله شنو كطيبي فيها. هادشي بنين. تحيه لجميع الامهات والاباء اللي جالسين ودايرين الحجر الصحي. لا زعما دارت دابا قلتي ما كاين ما يدار، ما كاين ما يدار، عاد نسمن. ها؟ نوضي فوتيني. غيقولي عافاك لما قولي. فك ما يفوتني. غيقولي فك ما يفوتني. قلتي اش غندير ما اش غندير؟ نوض نسمن. علاش؟ الحجر الصحي وما يدير المسمن في الليل. زعما قولي كتحيدي الملل ولا شنو؟ كنحيد. ايوا
كملي. بالعكس ولكن تماما حنا العيالات عندنا عادي هاد الحجر الصحي. والله ملفينا. والله الديور ملفين يا ربي نشقى ديورنا ونقاد شغلنا. وكاين اللي هما الفلوس. كاين اللي خدام. الأمهات حدا العيالات هذا كلشي عندهم عادي هاد الجلسة في الدار. الناس الكبار زعما. زعما ماشي كبار بزاف. أما كتحسوا مع الكبار. علاش؟ 50 عام كبار باقي صغار. قولوا غير حيت ما كايناش عندكم الخدمه ولفي الدار وصافي. دابا هاد المسمن علاش كديريه؟ نحطه في الثلاجه نفطروا به الصباح ان شاء الله. راه الحجر الصحي ماشي رمضان. ماشي رمضان. راه حنا في ديارنا وقت ما بنا نطيبوا الماكله. نبقى عاد نطيب وداك الشيء المهم يكون عندي في الدار. هكاك. دابا هذا غير شاط لك مرفيسه قلتي راه تسمن به باينه. والله هذاك الشيء اللي كان ان شاء الله غنديروا غيفه مع ماما كامله. الصراحه توحشنا داك الغيفات المعسلين. دابا راه عندهم تشهاو مع الجلسه في الدار الملال كتجيب غير الجوع. واحد كينعس كيفيق كيبغي ياكل. محتاجه نسمع ياك الشيء اللي كان. تقهرونا غير ماما في هذه الجلسه غير بحضر الصح. خاصنا المعاونه. التقنيه قليله شي غالي. لا ما قليلاش الحمد لله الخير موجود. ولات دايره رخيص 10 درهم كلشي موجود. واللوبيا 20 درهم. واللوبيا 20 درهم كلشي موجود. يحسن هو اللي ما عندوش مسكين واللي ما خدامش في الظروف الصعيبه ياك. شنو كتقولي للناس اللي عندهم؟ الناس اللي عندهم كنطلب منهم يعاونوا الناس اللي ما عندهمش. الناس اللي ما عندهمش بحالها شكون هما مثلا؟ الشاب اللي ما عندهاش راجلها بحال الناس اللي مراد مساكن ما عندهم صحتهم ما عندهم شي توظيف وشي خدمه وشي هادي بحال بزاف ديال الناس اللي محتاجين بزاف 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 اللي عنده شي كيخدم شي بلاصه كترزق منها الله بحال الناس اللي عيط كيخدموا في الديور بحال ايوا كنطلب من اللي عنده يعاون اللي ما عندوش شنو اللي كنطلب هذه رسالتك للناس هي رسالتك وشنو اخر هذه الساعه فاش كيبان لك الاسلام والدين وشنو اخر شنو كتقولي لهم في هاد الظروف الرهينه في هاد خليتي انت الجائحه واش كنقول لك الله يجعل بنزعنا حمتي شنو كتوصي الناس يجلسوا الناس في ديورهم يديروا الحجر الصحي يلعبوا مع وليداتهم ياكلوا الماكله الصحيه ثاني بروسهم يغتنموا فرصة ويجلسوا مع وليداتهم يقرأ القرآن ويدعيوا لربي ويطيبوا لهم سمنات بحالك لوليداتهم ياك ايوا مزيان الله يجعل ربي الله يجعل ربي يحط الباس هذا ما يقول الانسان ياك ماما يلا يعطيك الصحة على هاد السمنات السلام عليكم متتبعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب والناس اللي كيبغيوني وحتى اللي ما كيبغيونيش عافاكم الحاجه الوحيده اللي بغيت نطلب منكم باسمي وباسم الناس ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عندهم مناعه قليله والناس المرض بغيت نقول لكم عافاكم ساعدونا باش نجلسوا في ديوركم راه الدواء لهذا الداء هو نجلسوا في دارنا ونعقموا ريوسنا ما فيها باس نتبعوا التعليمات والنصائح اللي كتعطينا الدوله ديالنا ومن هذا لا فيديو كنبغي نشكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي قايم بالواجب ديالو والامن الوطني وجميع السلطات والناس اللي هما معرض راسهم للخطر باش يكونوا في الخدمه ديال الوطن والمواطن عافاكم الا ما جلسوا في ديوركم وعقموا راسكم ووليداتكم وتاخذوها كفرصه باش تجلسوا مع وليداتكم في الدار راه ما غاديش نموتوا بالجوع غنموتوا بفيروس كورونا Ciao a tutti, io sono marocchina e voglio dire a voi italiani che noi marocchini siamo sempre con voi. Coraggio e forza. Inshallah ritornerà tutto come prima. Dio sarà con noi anche con voi. Ci preghiamo per noi, anche per voi fratelli.